مشهد أصبح متكرراً هنا في لندن. يأتي سوريون كل أسبوع إلى سفارة بلادهم لتأييد مطلب المعارضة الرئيس، إسقاط الرئيس بشار الأسد. ولكن من بين هؤلاء أيضاً من يتهم هذه السفارة بملاحقتهم وتهديدهم في أمنهم وأمن عائلاتهم في سوريا. يتهم بعض هؤلاء المتظاهرين موظفين في السفارة بتصويرهم وزرع جواسيس بينهم لثنيهم عن دعم المعارضة. قالوا لنا إنه نحن صوركم موجودة عنا واحد واحد ومنعرفكم بالاسم ونعرف أهاليكم، وهدول هذا تهديد واضح وصريح وترهيب لأن. وأنا من الأسبوع الماضي من وقت ما صارت معي الحادث عم حاول اتصل معي أهلي بشكل دائم، عم لاقي انه عم رأسا عم كأنه في شيء مو طبيعي. انا ما بقدر اقول لك شو عم يصير لاني انا ماني بسوريا. رأسا عم يصير الو اي اهلين مرحبا اي مع السلامه، في شيء ما انا طبيعي ما عم نعرف شو عم بصير. هذا المتظاهر الذي رفض الكشف عن هويته يقول ان عودته الى سوريا صارت مستحيله في ظل وجود نظام الاسد. الاسبوع الماضي تاخذ لي صور قالوا له كم واحد من الشباب وقدموها لان هنيك بسوريا، وقالوا لنا انه ممنوع يتظاهروا هناك ممنوع يطلعوا لهنيك، وجانا هذا التهديد كمان على الهاتف هون كمان من شباب من السفاره من جوا بيشتغلوا فيها. فهي التهديدات اللي اجتنا، والصور اخذوا لنا صور هم من زمان، بس هاي الصور الجديده اللي اخذوها يعني اخذوها ببرهان مشان يقدروا انه يتعرفوا على شخصياتنا شيء اكيد هذا، وعم بيقدموا لنا هنيك انه مشان نوقف المظاهرات هون بلندن. وهل ستتراجع عن المشاركه في التظاهرات بعد ذلك؟ انا بعتقد اللي طعم الحريه ما بقى يرجع. تلقيت هذا البيان من السفاره السوريه في لندن. يقول البيان ان السفاره تنفي هذه الاتهامات جمله وتفصيلا، ويقول ايضا ان السفاره تفتح ابوابها لكل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسيه. ويسخر كاتب البيان من هذه الاتهامات، يقول لماذا نريد أن نصور هؤلاء المتظاهرين وصورهم وأفلامهم تملأ كل مواقع التواصل الاجتماعي كيوتيوب والفيسبوك؟ لكن ما هو موقف الخارجية البريطانية من هذه الاتهامات؟ نائب وزير الخارجية قال لبرنامج نيوز نايت على بي بي سي إن الخارجية ناقشت هذه الادعاءات مع الشرطة التي قالت بدورها إنها لم تتلقى أي بلاغات رسمية من هذا القبيل. سنحقق في هذه المزاعم ويجب أن تحقق الشرطة فيها كذلك، لكن نؤكد لك أنه إذا توفر لدينا أدلة على قيام دبلوماسيين في هذا البلد بتهديد أي شخص هنا فسنتخذ إجراء حيالهم كما فعلنا من قبل. المشكلة كما يقول هذان المتظاهران إنهما متأكدان من ملاحقة السفارة السورية لهما ولرفاقهما، لكنهما لا يستطيعان إثبات ذلك يقينا. فكيف لهما أن يثبتا للشرطة أن من يقوق بتصويرهما يعمل في السفارة أو لصالحها؟ أحمد ماهر، بي بي سي، لندن.